مشاهدي ومتتبعي قناة شوف تي في، مساءكم سعيد، مرحبا بكم مجددا في هذا المباشر من طنجة ومع عبد الملك. ونحن في هذه الجولة الأثيرية في مدينة البوغاز التي تعرف تساقطات مطرية هامة، نتمنى أن تشمل باقي جهات وأقاليم المملكة حسب ما أعلنت عنه في نشرة خاصة المديرية العامة مديرية الأرصاد الجوية عفوا، حسب ما أعلنت عنه في نشرات سابقة بأن مدن الشمال وخاصة طنجة ستعرف نزول زخات مطرية ابتداء من يومه الجمعة. إذا مشاهدينا الكرام في هذا المباشر، مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم لحصة اليوم التي نخصصها حول رأيكم في قرار السلطات المحلية بإغلاق الحمامات ونوادي التدليك لمدة أسبوعين بسبب عدم التزام أصحاب هذه القاعات بالتدابير الاحترازية. إذن كما هو معلوم، فقد قررت السلطات المحلية بطنجة منذ أمس قررت بإلزام أرباب الحمامات ونوادي التدليك بالإغلاق لمدة أسبوعين في إطار تدابير الرامية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. وحسب مصادر مطلعة، فإن القرار الذي يندرج في إطار الإجراءات الاحترازية الجارية بالعمل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من ليلة أمس الخميس، وذلك لمدة 15 يوما. والهدف من هذا القرار، يضيف المصدر، هو حماية صحة المواطنين، خاصة وأن بعض أصحاب هذه النوادي والحمامات لم تلتزم بالتدابير الاحترازية والوقائية. إذن هذا القرار يتزامن مع اليوم الثاني من قرار تمديد الإجراءات الاحترازية المعمول بها لمدة منذ 23 من دجنبر الماضي، التي تشمل إغلاق المحلات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي عند الساعة 8 مساء مع منع التجوال الليلي ابتداء من 9 ليلا إلى غاية 6 صباحا. إذن بطبيعة الحال، فهذه الإجراءات تأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، خاصة بعد ظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية. إذن مرحبا بتفاعلاتكم وتعليقاتكم مشاهدينا الكرام، ونحن نناقش معكم هذا الموضوع، موضوع الذي يتعلق بقرار السلطات المحلية بإغلاق الحمامات ونوادي التدليك لمدة أسبوعين، خاصة بعدما التزموش مجموعة من أصحاب هذه الحمامات ونوادي التدليك بالتدابير الاحترازية والوقائية. إذن مرحبا بتفاعلاتكم مشاهدينا الكرام، ونحن معكم في هذا المباشر من طنجة التي تعرف ولله الحمد تساقطات مطرية. إذن على بركة الله، بدأت تتقاطر علي مجموعة من التعليقات من طرف مشاهدينا الذين ما زالوا ساهرين معنا في هذا المباشر. السفريوي، مساء الخير، شكرا على التحية، مرحبا بك، شكرا. التحية أيضا لملك المدني، شكرا. سعيد ملوك أيضا،
نادى الركراكي تقول تحية من باريس، شكرا لمشاهدينا في باريس ولكل مغاربة العالم الذين يتواصلون دائما على مدار 24 ساعة على 24 ساعة. المهدي بن عياد يقول تطوان لازم تكون وجهة سياحية واقتصادية. سعيد والدافق والسلام عليكم، تحياتي للجميع. عبد الرحيم بن شريف يقول سلام الله عليكم، شكرا اخوي على هذا المنظر الجميل ديال عروسة الشمال، مرحبا يا اخي. نور العلاوي تقول حمامات في مكناس مفتوحين وما سدوش، اذا يمكن اختي وما محتار من التدابير الاحترازيه، قرار السلطات المحليه ما كيجي والا بعد ما كيجي بعد تتبع الوضعيه والحاله الوبائيه لهذه النوادي ديال التدليك والحمامات. اذا ما التزموش راه قفلوا لمده جوج ديال الاسابيع مؤقتا، عاوتاني عطيهم الرخصه باش يفتحوا، واذا ما التزموش عاوتاني نشدوا لهم. راه بالكورونا راه مازال كتعايش معنا يا اختي. محمد كابيلو يقول يا اخي مراكز التدليك ومقاهي الشيشه تحولت في زمن كورونا الى فيلات مفروشه وتشتغل سرا لاستقطاب الزبناء. شكرا على هذه المعلومه يا كابيلو، تحيه لساره بطنجي، شكرا لك. مريم مساء النور، شكرا لك. اسماعيل حمودان يقول واش هادشي جديد؟ عاوتاني اليوم اكيد اخي القرار صدر وغادي تطبق منذ ليله امس الخميس. العافيه رشيد له راي اخر في هذا القرار، يقول راي ربواطحه وضوح الشمس كورونا اثرت على الفقراء والطبقه المتوسطه بشكل كبير، اما الاقفال حمامات فهو اعتبره قرار مشحف في حق هذا النوع من النشاط. فلماذا لم تقم الدولة بتعويض اصحاب مثل هذه المشاريع بعدما اقرت باقفالها؟ شكرا لك صديقي. سارة تقول الله معنا وصافي والله، شكرا. رامي من طنجة، رامي طنجي يقول حمامات في العيون مفتوحين لماذا؟ واخا كل مدينة كل والي على جهة أو مدينة عنده الصلاحية على أنه يتخذ مجموعة القرارات في هذا الإطار، حكومة كتفوض له على أنه يتخذ أي قرار في الوضعية الوبائية اللي كتعرفها كل مدينة، باش ما نقارنوش مكناس مع العيون مع طنجة، راه طنجة كانوا مفتوحين غير هما ما التزموش بالتدابير الاحترازيه الوقائيه اللي خصهم يديروها باش سدوا لهم. هذا علاش عبدول بن نادو من لندن، تحيه لمشاهدينا في المملكه المتحده، شكرا لك. نورة علوي تقول سلام ما شاء الله طنجة زوينة، شكرا لك. بلال المساري يقول السلام عليكم، انتظر اتصل بي يا أستاذ. مرحبا يا أخي. سارة طنجي تقول طنجي في الشتاء أكيد، نحن معكم في هذا المباشر ونحن بشارع مولاي عبد علال بن عبد الله المعروف ببولفار دو باري. هكذا تبدو الأجواء بعد التاسعة ليلا مع بداية حظر التجوال الليلي، وساكنة مدينة طنجة ملتزمة بحظر التجوال الليلي كما تتابعون معنا في هذا المباشر. أمل أمزيل تقول شكرا جزيلا، مرحبا، هذا واجب. احمد الحليمي شكرا لك.
عالي آية مبارك، شكرا على التحية. يوسف الواد غيري من تطوان، شكرا لمشاهدينا في الحمامة البيضاء مدينة تطوان. سارة طنجي تقول تحية لك من مالاغا، شكرا لمشاهدينا في الديار الإسبانية. طبعا مالاغا الجيران ديالنا في طنجة بالجنوب الإسباني. نورة علوي كذلك من نيس بفرنسا، شكرا لك وشكرا لأفراد جانية المقيمة في فرنسا ولكل مغاربة العالم على تواصلهم. إبراهيم كدوش من مراكش تحية لمشاهدينا في الحما في مدينة مراكش. مفيد حسناوي تحية لك أخي وعلى مجهوداتك، هذا واجب يا أخي. قناة شوف تيفي قناة كل المغاربة، نتواصل معكم لننقل لكم الحدث بالصوت والصورة ليكتمل عندكم الحدث. رشيد بن ييش من برشلونة شكرا لك. وليد يقول تحية من موغة الصغيرة بطنجة، شكرا. خالد مفيد يقول واش فراسك باللي يا اكيد فراسنا، هذه هي مهنة المتاعب يا اخي. كل التضامن مع الزميل ديالنا في تطوان احمد معتكف. امال من الرباط شكرا جزيلا لك، مرحبا يا اختي. لؤي اللي يقول سلام خويا، واش غادي يشدوا الحمامات في المغرب كامل ولا غير في بعض المدن؟ الامر يتعلق يا صديقي بمدينه طنجه، حنا ما قلناش المدن كامله، بمدينه طنجه. مدينه طنجه هي الان اللي تم الاغلاق ديال الحمامات ونوادي التدليك بسبب عدم التزامهم بالتدابير الاحترازيه والوقائيه. إذا شكرا اللي كيتواصلوا معنا مشاهدينا الكرام سواء داخل المغرب وخارج المغرب، شكرا على تواصلكم معنا. شكرا لقناة شوف تيفي، أتمنى لكم مزيد من التألق والتوفيق. شكرا لك، شكرا لك نزار، نحن بكم نستمر وبكم نتواصل. أنسة كذلك، العالم كامل في الأزمة كبيرة، الله يهز علينا هذا الوباء يا رب، آمين يا أختي. تحية لعبد الرحمن من تزنيت، أشكركم على هذا البث المباشر، مرحبا. شكرا رشيد كذلك. إذا شكرا لكل من يتواصل معنا في هذا المباشر، ونحن نناقش معكم موضوع القرار الذي اتخذته السلطات المحلية بإقفال الحمامات ونوادي التدليك لمدة أسبوعين بسبب عدم التزامهم بالتدابير الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا. عربي مومو من فرنسا شكرا لمشاهدينا في فرنسا. حسن توليس كذلك. نزار يقول ادريسي اتمنى شوف تيفي تكون صوت واحد في المغرب داخل التلفاز المغربية. شكرا لك يا اخي.
تحية رشيد. شكرا حسن جمعتو، شكرا اخي، شكرا لك، شكرا على تواصلك، مرحبا. هدى من طنجة تقول شركة مسدودين كيزيدوا يشدونا الحمامات، دخلت علينا حتى العظم. ما دخلت علينا حتى العظم، ونتمنى ربي الفرج القريب ان شاء الله. اكيد يا اختي هذا ما تمنى، ولكن خصنا نلتزموا ونخرطوا كاملين في التدابير الاحترازية والوقائية، ونمشيو ونخرطوا كذلك في الحملة الوطنية المجانية للتلقيح ضد كوفيد 19 مشاهدينا الكرام، باش يمكننا نوصلوا نسبة 80% من التلقيح، باش يمكننا نتصدوا لهذا الفيروس، فتكون رجوع الحياة ديالنا الطبيعية إن شاء الله في أقرب وقت. إذا مشاهدينا الكرام شكرا على تواصلكم معنا، تحية لكم أينما كنتم، كنتمنى لكم ليلة سعيدة وعطلة نهاية الأسبوع موفقة للجميع. إذا سأترك الخط لباقي الزملاء المراسلين باش يناقشوا معكم باقي المواضيع اللي غادي يقترحوا عليكم هذه الليلة. أما أنا فكنقول لكم تصبحوا على ألف خير، وتحية لكم أينما كنتم، في أمان الله، إلى اللقاء.